أخبار اليوم. عايزين نعرف حضرتك بتاخد وقت قد ايه من مكان البيت عندك لغاية ما توصل الشغل؟ حوالي ساعة ونص. بال 12 14 ساعة. بالنسبة للصفت والعتبة كويس قوي. بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ما بين بالظبط ساعة ساعة الا ربع. طب تصدق بالله انت راجل بتهزر وانا هقول لك متشكر وامشي. شكرا. انا نص ساعة. ساكن جنب البيت ولا ساكن قريب من البيت؟ 10 دقايق. شغلك جنب قريب من البيت؟ مثلا باخد ساعة الا ربع كده. عود عليه. يعني ساعة ساعة ونص كده. يعني قول من باب الشعرية بقف العباسية مسافة طويلة او حوالي نص ساعة كده. باخد 10 دقايق. ساكن جنب يعني طلع. لا ما استغلش. ساكن جنب البيت. ساكن في البيت نفسه. ساكن في البيت. طب وبتشتغل فين؟ انت بتهزر بقى. احنا لو انا مشوار ربع ساعة ماشي باخده في حوالي النهاردة ساعة ساعة ونص. لو ربع ساعة عارف يعني ربع ساعة؟